ومن المسائل المهمة أيضا هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وقد ذكر هذا كما عند مسلم، قال: هم شر الخلق والخليقة. ووضحت ذلك فيما مضى من أن الخلق هم الخلق والخليقة هم الدواب، يعني هم شر بني آدم وشر من يدب على الأرض. ولذا جاء عند البزار وحسنه ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: الخوارج هم شرار أمتي ويقتلهم خيار أمتي.